في كل الكلام اللي نقوله الحين قبلكم زار اصيله ما شي في اي كل الكلام فما عدلتوا لا لا تعديلات ماشي تعديلات دخول ماشي اصلي والله شو اقول لك حد يقولون البرتقال حد يقولون الفرنسي وحد يقولون يعني ما حد يعرف لنا كان من زمان سنين يعني جاي واحد انجليزي هني مسواه قوطه كذي وخشخشه قال هذا رحنا بلاد هذا رطينهم ما حد يعرف لي مو البتاتن اكيد نفس الشيء نفس الشيء الوراثي وراثي يعني من الاجداد نفس الشيء ما احنا نفس الشيء ورثنا هاللغه لكن اللي قبلنا من وين جابوه ما عارفين بالتحديد من وين اصلا الكلمه لكن حسب العيشه هني بيدل في اثار انه يدل بانه بيكون اصليه لغه عربيه فلان بعدين تاثيرات خارجيه جات عليه هذا السكان يمكن حوالي فوق 3000 4000 النسبه اللي حاليا موجود تحصل في نسبه ثانيه في خصب يعني احنا عندنا نفس رحله الشتاء والصيف اثناء الصيف كلهم بينتقلوا في خصب يعني في بيوت في خصب نفس الشيء بيوت كمازره ساكنين في خصب نفس الشيء عيشنا في البحر بس ما كان سابقا يعني جدودنا واهلنا يعني في البحر والجبال بس هذا معيشتهم معيشه غير ماشي عندهم قال من سنين يعني وما الحين الحمد لله مطور يعني الحين كل شيء فيه اول اللي في جبل بيعيش مكاني هناك واللي في البحر في البحر ما عندكم عيشه غير عايشين من البحر وفي ناس بيداومون نفس الشيء بيداومون في المستشفيات فيني وفي نفس الشيء في برا في خصب وفي مسقط وفي كل مكان تحصل في الامارات نفس الشيء ناس بيداومون هذا ما هذا غير ما تحصل فيها يعني ما بنحصلكم زاري لا 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 ما بتحصل فيها دوره خريج ما تحصل فيها كامل لغتكم زارية ما تحصل فيها بس هالقريه بس هالقريه بس ما بينقرض اللغه اصلا لان الطفل الاول ما يطلع حصل الاب والام والعيال كلهم مع بعض بيتكلموا نفس الكلام ما بينقطع لكن مثل ما تقول انت الواحد ما بيطلع برا حاليا كلهم العيال صغار عايشين هنا لين سنين طويله على حسب هذا اللي يخلينا هنا في الوطن لان ما نحصل مشاكل من الناس يعني غرب حتى ولو رحنا بنحصل مشاكل بنصالح مع بعض يعني ما حد عندنا يتفرق بيننا وبين اخواتنا يعني طبعا لازم انت اخوي وبتشاجر معي من المثل يومين ثلاث مع بعض خلاص يعني بنصلح مع بعض فاما الناس عجالب ما تستحمل له يعني كذا يعني اللغه كمزاريه اصغر من هذا زين حتى ولو يوصل 100 سنه 120 سنه ما ينسى عنه مستحيل يعني.